دب ميت في جسم الزغلول اهو، شايف الدبان خرج من الريش ومات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، إزيكم وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. فيديو النهاردة زي ما وعدتكم عن حشرات الحمام. السنين اللي فاتت كنا بنستخدم أكتومسرين وإفريزين، كانوا بيجيبوا نتيجة جيدة جدا مع حشرات الحمام لما بنحطها في مية الاستحمام أو بنخففها ونرشها رش مباشر على الحمام. وبرضو كنا بنستخدم خل وملح، في ناس اعترضت على الطريقة وفي ناس لها تركيبات تانية من الأعشاب وهكذا. لكن المرة دي بقالي فترة، يعني من حوالي كام شهر كده، استخدمت شيء جديد الله يبارك له الدكتور سامي عوض اللي هو كان دلنا عليه. احنا قلنا لكم هنذكر اسمه، الدكتور سامي عوض في دمياط، يشكر. اللي عايز رقم موبايله اعطيه له، يتواصل معاه واتس لو عندك حالات صعبة ما انتش عارف تعالجها. بالمبيد الحشري اللي استخدمناه المرة دي عبارة عن ايه؟ طبعا معلش هو غالي شوية، لكن انت ممكن تجيب سنتي او على حسب الكمية اللي عندك، او تجيب العبوة كلها. عموما انا كنت شاري من فترة يمكن قبل الغلاء، كان السنتي باربعة جنيه، او لو زاد شوية ممكن يكون بقى بخمسة جنيه سنتي، من عند الاستاذ اشرف خضير، محلات افندينا لمستلزمات الطيور او لطيور الزينة، حاج اشرف خضير في دمياط. ان احنا بنعملش دعاية لحد، ان هو موفر لنا كل شيء احنا بنحتاجه. طيب هنخش على اسم المبيد الحشري اللي معانا، اسمه سيباسيل، اسمه فوكسيم. هسيب لك دلوقتي الصورتين، فوكسيم او سيباسيل، اللي هو موجود هنا اسمه سيباسيل. العبوه الصغيره دي فيها 10 سنتي، يكفوني جدا جدا، لما بخلصهم بجيب غيرهم. ده ال 10 سنتي انا شاريهم ب 40 جنيه، زي ما بقول لك ممكن يكونوا ب 50 جنيه، لكن مهمه جدا جدا، نفعتني جدا خاصه في حشرات الحمام اللي هي ذبابه الحمام، الذبابه الرخمه اللي دايما كانت معكنينه عليا ومعكنينه على الحمام. طب ليه انا هرش تاني؟ انا هرش تاني للحمام اللي بره ده ظهر فيه بعض حمامه، لانه سايب انا ما بقدرش ارش عليه رش مباشر، زي ما هرش على الحمام ده كده اللي هو محبوس قدامي ده. طبعا ده انا برشه رش مباشر، رش استحمام يا جماعه، وبرش الحيطان وبرش المكان منه. ده برش المكان منه. طيب الجرعه بتاعته قد ايه؟ هو المفروض سنتي واحد على اللتر، لكن الدكتور سامي عوض قال لي مفيش مشكله استخدمه 2 سنتي على اللتر. طيب حاجه كمان هتكرره بعد قد ايه؟ لو حضرتك اول مره تستخدمه او عندك الحشرات بقالها فتره، علشان طبعا البيض وكده، مفروض تكرره. هتستخدمه 5 ايام، وبعد 5 ايام كمان مره تانية ترش تاني، وبعد 5 ايام تكرره كمان مره، يعني هتكرره 3 مرات، كل 5 ايام مره 2 سنتي على اللتر. الحاجات اللي هي بتضايق المربي، بتضايق المربي جدا، الفاش وذبابه الحمام والسوسة اللي بتلاقيها على الارض، برضو سوسة اللي بتبقى بتاكل في اي حشرات، عموما اي حشرات. بص لو في لقيت براغيث اللي هي بتظهر في القطط او الكلاب هتنفع، والميزة انك هترش منها، ترش تحمي الحمام ده او كلاب قطط، تحمي منها ما تخافش من اي حاجة، مش حمي يعني تغطس في الحمى، رش استحمام زي ما انا هتشوف دلوقتي وانا برش الحمام ده. طبعا انا عندي البخاخه دي، لازم يكون عندك واحده زيها، عبيتها حطيت فيها، هي بتاخد 2 لتر ميه، حطيت فيها 4 سنتي، لكن انا بقول لك الجرعه 1 سنتي. انا بوري لك ليه حطيت 2 سنتي على اللتر، لان برضو بدي لك بثبت لك ان هو امن، حتى لو الجرعه زادت منك مثلا وصلت ل 2 سنتي، لكن هي الجرعه الصح 1 سنتي. فانا بجرب على نفسي، وطبعا جربتها قبل كده استخدمتها كتير. فهوت بقول لك هتملى العلبه كده او اي بخاخه، مش لازم يكون دي، لو انت عندك كميه قليله لكن دي بتريحني جدا، املاها بالهواء. لو عندك المكان كبير فهيكون محتاج بخاخه زي دي، او فيه اللي بتتشال على الظهر اكبر، يعني في حاجات اكبر. اللي رائد على الحصى هوري لك ان انا مش خايف على البيض، ولا طبعا هو السلك مش حايش الرش، الرش واصل اهو، حتى لو جه على البيض ما مش خايف انا من الموضوع ده اهو. على بغرق الحمام كده يا جماعه، والسلاكه ورش المكان وكل حاجه. بص فوق كمان برضو، ده تحته زغاليل صغيره على فكره. ما تخليش اي مكان من غير ما ترش، والحيطان وكل شيء، رش كل مكان. علشان ايه؟ عشان ما يرجعش يفقس تاني الدبان او تفقس الحشرات. طبعا انت عارف الحشرات
ممكن تكون بيضة لو انت مش منظف كويس. على كل شيء اهو. بس ضروري انك انت ترش ريش الحمام، او ممكن تمسك الحمامة كده وترشها. لو انت يعني مربي في سلكة وعايز ترش تحت الجناح ممكن ترش. اهو. مش هنخلي اي حمامة الا ما نرشها. الحمام السايب اللي طاير واللي دراج وكل حاجة. طبعا حشرات الحمام هي سبب، ممكن تكون سبب البيض الفارغ، او لان بتضايق الحمام اثناء التزاوج، يقوم يجي الذكر يطلع على النتاية ينزل تاني بسبب ان هو بيتهرش والنتاية بتتهرش. وممكن الحمام يهجر العش بتاعه والبيض والزغاليل بسبب ان الحشرات مضايقاه. خد بالك من الحكاية دي، ما تستهونش بالحشرات. رش السلكات كلها، ما تقلقش، هي الحمام بيهرش نفسه كده. اهو الحمام الشغال والحمام اللي مش شغال والحمام السايب والحمام المحبوس. بحمي الحمام يا جماعه بالرش، ما بقلقش منه. اهو لو انا خايف هقول لك ابعدها عن الراس، انا ما بعتش حاجه، بس يعني ما تتعمدش انك ترش في راسها يعني. ونرش برضو هنا الزغاليل في الصفايح او في عشوشها. اهو جوه الصفايح او جوه بيوت الحمام. رش الحمام اللي في السلكات دي. نرش الحمام كمان اللي طاير فوق ده اللي سايب، نرش عليه برضه رش مباشر وهو طاير كده. مش هتلاقي عندك اي نوع من انواع الحشرات يا جماعة، زي ما بقولك كده مش هتلاقي اي نوع من انواع الحشرات. رشيت كمان الحيطان، الحوائط، كل مكان. هنا زغاليل اهو، شوف زغاليل صغيرة برشها برضه. بس يستحسن انت ترش في الظهر يعني علشان الحمام ما يبردش منك، ترشش بالليل عشان طبعا ايه الحمام ما يبردش بالنهار، ممكن الجو دافي، لان احنا بنحمي الحمام رش يعني، بنغرقه زي ما بيقولوا. طبعا الحمام بيطير، مش هخلي مكان. بس دلوقتي هوري لك الحشرات وهي ميتة، هوري لك الحشرات وهي ميتة في الزغلول اللي انا رشيته، اللي انا اعرف امسكه يعني، اللي كان في حشرات اللي هو طالع في السطح. طب تعالى نشوف كده الزغلول انا رشيته في البداية، تعالى نشوف ايه الحشرات ماتت ازاي. الدبان ميت في جسم الزغلول اهو، شايف الدبان خرج من الريش ومات اهو، رغم ان لسه راشش. نقلب كده ونرفع الجناح. سمعتش تقريبا في حاجة صحية. المكان اللي بتكون فيه الحشرات بتكون هنا في الديل. مفيش اهو زي الفل. انا رشيته يا جماعة اهو للناس عشان تعرف ان هو امن. انا حميت الزغلول رش، شوف مبلول ازاي، اتغسل الزغلول، غسلته.
لا قبل ما نختم الفيديو هقول لك على موضوع الفيديو اللي جاي ان شاء الله. هقول لك على شيء يخلي عندك الزغاليل تكون كبيرة. هنتكلم عن مضاد السموم والخميرة برضو اللي عملناها قبل كده، او مش مضاد السموم اللي هو بيطري او اللي هو بشري، لكن خل التفاح انا بعتبره ان هو مضاد السموم برضو اللي انا بستخدمه دلوقتي اليومين دول طبيعي. وهقول لك على النوع كمان اللي انا وصلت له، مش اي نوع، ولازم بعده الخميرة مضاد السموم او خل التفاح عموما او الفلاجيل. طيب هنشوف استخداماتهم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. طبعا ده مش تكرار، لكن هنتكلم مع الصنفين مع بعض في الفيديو القادم، لان احنا بدأنا في موسم الانتاج. كده اكون خلصت موضوع فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.